ستودنت موفي هي الفقرة اللي بنحكي فيها عن أفلام بينفذوها تلاميذ اللي عم بيخلصوا دراستهم بالأوديو فيزيال. هاي هدبا، كيفك؟ هاي جود؟ الحمد لله منيحة. هدبا، أنت أي جامعة كنت؟ لبنانية. جامعة لبنانية وتخرجتي، وهذا هو الفيلم الدبلومي اللي رح نحكي عنه اليوم. 100%. واسمه حميضة. هلا لما سمعت أنا بهالاسم قلت أوه رح نرجع لهالزهرة اللي كنا نقطفها، يلي الناس كانوا يقولوا لنا ما تاكلوا من هيدي لانه البسينات والكليب بيقطعوا من فوقها، ونحن كنا نمسحهم شوي وناكلهم. انت رحت ابعد بكثير من زهره الحميده، بلشت بحادثه صارت من وراء زهره حميده وانتقلنا لشيء مختلف كليا. شو اسمها البطله بالفيلم؟ اسمها كريستا. كريستا، نعم. كريستا هنيك نهار بتقوم وبتقطف حميضة بجنينة، شو بيصير نهارتها؟ نهارتها بتلقطها بنت الجيران عم بتقطف الحميضة، وكثير بيكون هو في مشاكل بين أمها للبنت وبين الست اللي مسؤولة عن الجنينة. أوكي. بيكون في كثير مشاكل بين النسوين، فالبنت الثانية بتكون حافظة حديث أمها أنه أنت جاي ساكنة عند خالتك، ما بيحق لك تقطفي من جنينتنا، وأنت لو أهلك بحبوك ما بيتركوك أصلاً عند خالتك. بس هذه الفتاة عمرها 9 سنين. 100%. ما نحن عنا مشكلة أنه كتير منحفظ شو بيقولوا أهالينا، كتير في عنا مثل، يعني طالما هذا المثل موجود في مشكلة بالمجتمع، هو خدوا صرارهم من صغارهم. يعني صح، كتير منظلم الولد لما نحن منفكر أنه بدنا ناخد صرار أهله منه، وكتير هن بيظلموه لما يحكوا عن غيره قدامه بهيدي الطريقة. هالفتاة الصغيرة لكن بتقطف الحميضة بتسمع حكي مش كتير حلو، وشو بتجاوبها للجارة؟ بتلاقي لها حجة من أحلامها، يعني إنه هيدول الزهور مش لقلي أنا، ما بدي أكلهم، هيدول لخطيبة. وهون الكارثة بتوقع، إنه بنت عمرها 9 سنين عم تقول لخطيبة، فإذا في مشكلة في إنه لازم أنا كمان أخطب البنت الثانية. فبتروح عند أمها بتقلها أمي بدي أخطب، والام بتستنبش بنتها انه ليه بدك تخطبي ومين بده يخطب ومدري شو، بتفقع اكيد بهدله. فبتخبرها انه جارتنا هي خبرتنا، فبتروح بتزيعها بكل الحي وببلش المشاكل. اشتغلت شيء على ضيعه خاصه؟ بعرف انت من الشمال مثلا، او هي ضيعه لبنانيه فيها تكون باي مكان؟ لا، هي ضيعه لبنانيه فيها تكون باي مكان، بس كثير كان مميز بالفيلم هو الاكسان الشماليه. اوكي، يعني كثير لفتت له نظرهم للاساتذه. عظيم. خلينا نحضر اول مشاهد من فيلم هدبا باتور. سوسو قد الهيشة، وهي بنت جيران خالته. خالتي تعب بسرعه. شو في؟ ليش سوسو عم تاكل حشيش؟ ولك هيدا مش حشيش وكهبلة، هيدي حمايضة. اوعى تنزلي تحت، هيدي ستة مفحلة وما بتخلي حدا يدعس بجنينتها، فهمتي؟ فهمت. ان شاء الله تكوني فهمتي. سوسو عن جد كانت عم تاكل حشيش، بس خالتي فكرتها عم تاكل حمايضة. لك راح تجيب لي جر وليا مقصفة الرقبة؟ اطلعي من عنديك، يقصف عمرك يا عمي. ولي اطلعي، كلب عمو سيد مفنتر عليون. قومي عم بقلبكون. شقية شقية. ليش عم تقطفي النسوة الستة؟ ما عم بعمل شي. اتيون يا سراقة، همان لقلي هولا خطيبة. خطيبك؟ اسم الله اسم الله. ايه، هيدي كل جمعة عملت لي امي جاتو كبير وحطت فيه خاتم كتير حلو، عزمت كل الصبيان وقالت لهم يلي بيطلع على الخاتم بيتمه هو رح يخطب بنتي، وطلع لجوق بنت سميرة. امك؟ اصلا امك ما بتحبي كرمال هيك تركتك هون. لا بلا بتحبني. كذابة. لا كذابة. لا.
بدي اخطب. شو؟ مقبري فوتي ولي؟ سكري بوزك وفوتي شوفي شو في عندك دروس. بدها تخطب قال. الله لا يكبرك. اهلا. يا اهلا بالجارة. اهلا فيكي. تفضلي اهلا وسهلا. والله صرنا شاربين كذا فنجان اليوم. نشف قلبنا من كتر القهوة وكتر الحكي. بضل يضحكوا يعني هالنساء الضيعة يلي بيحبوا نسوان الفرن بنسميهم بالدارج اللي ماسك السيجارة وبتشرب قهوة وبتروح من زيارة لزيارة وبتجيب خبارها وبتزيد عليهم أكيد من الحبار يعني تبلش خبرية محل بتخلص محل تاني. ليه رحت ليه أخذت هذا الموضوع تبنيتيه بفيلمك؟ تبنيته لأنه صراحة إذا بتركز شوي على المقطع يلي مرق قديش في عنف كلامي بالحكي يعني بين خالتها وبين البنت وبين الام الثانيه وبنتها كمان انه نقبري واقصف عمرك وهدول يعني نحن لو بنركز شوي كيف بنحكي مع اولادنا او مع الناس اللي حوالينا بنعرف قد ايه ممكن ناذيهم بهذا. بس احنا بنقول لهم تقبروني نحن بنحكي يعني الحكي العربي فيه كلمات اذا بنفسرها كلمه كلمه انه تقال كلمات لهم معاني لهم يعني بنحكي عن الموت وعن القبر وعن بس كله بمحبه. مظبوط بس هيك موضوع كان لازم ينحضن شوي اكثر بمحبه مثل ما حضرتك عم بتقول يعني هدول بنات صغار ليه بده يتاخد كلامهم على محمل الجد ويصير في منه مشكله وراحت عند جارتها عم تخبرها انه خطبت ابنك وهديك ما معها خبر انه كانه الاولاد هن عن جد مصدر ثقه وشو ما يحكوا يلا خلص هذا الشيء مظبوط وبدنا ننشره يعني هذا الشيء مثل كانه بيمنع الولد انه يعبر بيمنع الولد انه يحلم اصلا. هالفيلم صورتيه على فترة كم يوم؟ على فترة 3 أيام. 3 أيام عندك بشمال؟ بشمال صغيرة. والأشخاص الممثلين نقيتيهم من أصدقاء عيال صح كيف شافوا حالهم بالفيلم؟ أكيد عم بيلعبوا أدوار يعني ما حدا صراحة كلهم يعني كانوا من جيراني من الأنتوراج اللي أنا عايشة فيه والبنتين الصغار هن رفقة أصلا بالمدرسة وكتير كتير بيحبوا بعض وكان الفيلم حافز لقلهم أكتر إنه يكفوا صداقتهم وينموها سوا يعني وينتبهوا إنه خبرهم ماتوا شيء بس عارفة يعني في مشاهد حلوة كتير ألوان حلوة كتير بالفيلم التمثيل مقنع يعني عم بيلعبوا دور أكيد مش هني هولي بس بتفوت بالقصة يعني هلأ قطع بعض المشاهد فينا نكمل بكل سهولة نكمل الفيلم وبدنا نعرف شو بده يصير نرجع نشوف مشاهد على كل حال بعد شوية. كان في صعوبة لقلك لتصوري فوق مع ناس بتعرفيهم شو كان أصعب الإنتاج تبع الفيلم أو إدارة هالممثلين يلي هن أصلاً منهم ممثلين؟ اتنينتهم صعبين بس هن صراحة الممثلين كانوا عم بيساعدوني أكثر ما أنا عم ساعد حالي يعني هن كانوا كل واحدة منهم فهماني دورة ومصر عليه وحبته وعيشته لهالدرجة وبالعكس كان كتير يعني وجودهم كان كتير دعم لقلي ولأني بعرفهم بس كانت المشكلة أنه بدك تكون شوي جدي مع ناس بتعرفهم وهيدا اصعب شيء انه نحن بنشوف بعض بس بنمزح ومنسلى هلا وقت الشغل في بروجي دبلوم يمكن ما ينجح يمكن ما حدا يحبه يعني في انه في شعره ما بين النجاح والفشل فيه صح. فما فيك كثير تكون متساهل. صار وقت نشوف مشهد ثاني من الفيلم. رأيتك تموتي يا سوس يا بقرة
هيك يا اختي. هيدي البنت انا عجبتني لها ثلاث ايام ما حاطة لقمة تمها. سيبوا لي اياها بالعين ولاد الحرام. الله يلعنهم. لكن صار لازم نصب لها رصاصة. اي لازم. خلصنا بقى. بتلوي القلب. سنين مرقت على هالقصة. بنت الجيران كبرت وخطبت، خطيبة أكبر منها بشهر وهي أكبر منه بعشرة كيلو. أما نهار خطبتها سكبت لرصاصة لتحميها من عيوني. سوسو أخدت جو وبستان الحمايدة والخاتم. سوسو أخدت كل شي، تركت لي ربطة ملونة وقتلة صغرتوية وصور قديمة اتذكرها وقتها. اللي ما بيعرفوا العادات والتقاليد، لما في لا يعرف واحد اذا في صيبة عين او لا، لكن بيصبوا رصاصة. صح، هيدي شغلة بتصير. صح. قدي جدية؟ ابدا مش جدية، كلها تقاليد فاشلة وما بتودي لولا نتيجة. يعني اصلا يعني الناس المؤمنين لازم يلجأوا لإيمانهم بهيك أوقات إذا عن جد في شي شر، والناس اللي مش مؤمنين المتعلمين ما لازم أبداً يفكروا بهيدي الأساليب كلها. كل القصة أنه البنت وقفت تاكل لأنه انضربت، لأنه صار في عنف، صار في مشهد ضرب، صار في عنف كلامي وعنف جسدي كمان. يعني أنه شو بعد بدها تظهر من البيت تعمل أصلاً؟ فهني لقيوا أنه المشكلة مش منهم لأنه انضربوا، والمشكلة أنه في حدا سابها بالعين فقطعوا نصب الرصاصة. ومشهد سكب رصاصة هو أحب مشهد على قلبي بالفيلم، يعني لأنه كتير مليان إيروني. يعني إنه شو عم نعمل صورتي يعني؟ صورتيهم بالجدية يلي ممكن هالناس يكون عندهم إياها لما بيعملوا هيك شغلة، ولكن أنت يعني بكل شوت عم بتصوريه عم بمحل عم بتقولي إنه شو هالشي البلا طعمة. أنتوا بعاد عن الموضوع، خارج الموضوع. صح. موضوع هو أعمق بكتير. الفيلم شو كان الإقبال عليه بالجامعة أول شيء؟ بالجامعة كتير كلهم حبوه، يعني حتى انه في ناس ما كنت بعرفهم من التلاميذ يلي معي بالجامعة، بس اكيد من غير صفوف، انه يجوا لعندي ويسلموا علي ويقولوا لي انه مرسي، انه احنا كتير فخورين فيك. فانا عن جد يعني هيدي طعمة النجاح. ما بقى يعني كل شيء فيستيفالات بعدين او شيء، ما بقى يعني لي قد هيدي اللحظة يلي ناس من جامعتي يمكن بيشوفوني مرأة بس ما بيعرفوني، اجوا لعندي وقالوا لي انه هيدا الفيلم انه كتير حلو. اليوم وين صرتي هدبة؟ يعني كنت عم تقولي لي انه بتحب تكتب شعر. صح. يلي ما له علاقة طبعا باخراج الافلام، بس انه عالم الفن، هل رح تبقي بعالم الاخراج الانتاج السينما، او الشعر هو المكان يلي رح تلتجئ فيه وتنتقلي عليه؟ هلا الشعر هو شغف انا عشته من وقت اللي كان عمري 13 سنه، يعني من 10 سنين تقريبا، ما في اتخلى عنه، اكيد هو الاولويه. والسينما هي ثاني اقوى شغف بحياتي كمان. انا بلاقي حالي كثير بالسينما، يعني ما بيقدر يعبر بالرسم، في يعبر بالكتابه، في يعبر بالصوره، هي كلها طرق تعبير. وصراحه نحن يعني خصوصي الشماليه عندنا كثير اشياء نعبرها وعندنا كثير اشياء نقولها، وخصوصي لما يتعلق الموضوع بالطفوله، بموضوع هالقد حساس هالقد بريء، ما في غير ما تبلش منه لانه هو اساس كل شيء، هو بعدين حيرسم مستقبل هيدول الاولاد يلي عم يتربوا بهيدي الطريقه. وانا منهم، وكلنا يعني رفقاتي اكيد كلنا اكلنا اكل بينا مننا، يعني ما حدا ما مرق عليه هيك شيء. على كل حال مثل ما قلت اللهجه الشماليه مهضومه كثير بالفيلم لانه بنحب نسمعها وقليل ما نسمعها بالافلام. انا هذا الفيلم لقيته مميز جدا، رسالته حلوه، الانتاج كله جيد جدا. برافو وجود لك، وتبقى خبرينا شو عم بيصير معك، ورجعي
طلبي نرجع نعمل قعدة ونشوف مشاريع جديدة اللي عم تشتغلي عليها. ثانك يو هدبة. ميرسي. رح ناخذ بريك مشاهدينا وارجع لكم بعدين.